نظمت الهيئة العامة للرياضة الأربعاء النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية 2024، وذلك بمشاركة واسعة من رؤساء الاتحادات الرياضية والأندية الوطنية في مجمع صلاة عيسى بن راشد الرياضية بمدينة عيسى. والله هاي توجيهات الله حفظه سيد سمو الشيخ خالد، دائما يقول خلكم قريبين من بعض وخل الفريق كامل الأندية والاتحادات تصيرون تيم واحد، لأن هدفنا واحد، وبعد نلتقي مع بعض غير الورق والملاعب والتنافس. اليوم هني جو حبي وهم مشرفين على أندية وعلى اتحادات، اليوم هم يمارسون الرياضة، زيد الألفة والمحبة والتغارب. فهذا الهدف اللي أبي الشيخ خالد الله يحفظه، وأشوف أن الحمد لله سنتين قدرنا نحقق، والسنة البوادر زينة والمنافسة حلوة والأجواء حلوة والروح جدا جدا جميلة. إن شاء الله رب العالمين يعني نكون موفقين نحقق الهدف اللي أبي الله يحفظه سيدي سمو الشيخ خالد. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لكم بشهر الفضيل وما تبقى منه، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامكم. طبعا نشكر سمو الشيخ خالد على هذه الجامعة الحقيقة اللي ننتظرها احنا كل رمضان، نلتقي فيها اخواننا يعني من الأندية والاتحادات ومن الهيئة العامة للرياضة. الحقيقة الجامعة يشكرون عليها سموه وقائمين عليه في الهيئة، فهي جامعة رمضانية، تنافس حلو وشريف، ونلتقي فيها بالأحبة والأخوان إن شاء الله. الفريق الأحمر اليوم في أخوك، والله يقولون سنة أسفر، والله أعلى وأعلم. أولا نشكركم على هذه المبادرة برئاسة سمو الشيخ خالد. جمعة الأندية والاتحادات شيء طيب في شهر مبارك وفضيل، ونتمنى التوفيق حق كل الفرق إن شاء الله. شيخ علي قال إن الموسم أصفر، الموسم أصفر إن شاء الله، حمار على علم البحرين أحمر إن شاء الله. مواجهة غنم اليوم، شوف الملعب حبل هم خلصوه، الملعب مو بسهل انك تلعب فيه، ان شاء الله انت اقلم عليه. الاجواء شوي يعني حماسيه، ولكن يعني لازم نرس الخصم شوي ونلعب كفريق جماعي، باذن الله بنقدر نخلص ان شاء الله. وشهدت النسخه الثالثه من الدوره ثماني العاب رياضيه، هي كره القدم المصغره وكره الطائره وكرة السلة وكرة الطاولة والملاكمة وشد الحبل، بجانب فقرة الإحماء والفحوصات الطبية التي ستسبق انطلاق الدورة. البداية موفقة، شد الحبل خذين البطولة، اللياقة خبرك يعني مع الوقت اللياقة بتتعدل. ما عليك رايك التجمع اليوم في شهر رمضان، تجمع رأس أندية ورأس ولا أروع. الأهم من كل شيء التجمع وقعدتنا مع بعض رؤساء الاتحادات ورؤساء الأندية والمسؤولين في الهيئة، فأسأل ربي ما يغير علينا ولا تنقطع العادة، وتحريك الأجواء مهم بالنسبة لنا كمسؤولين، كلنا في المكاتب قاعدين شوي في الملعب ننزل، وإن شاء الله نحقق البطولة. يقولون القرعة فيها شوي قرعة حارة باردة، يقولون على حسب الفريق الآخر. والله شوف المهزوم دائما يتعذر، احنا ما دام فايزين الامور طيبه. اول شيء نوجه الشكر لسمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه رئيس العام للرياضه، رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه. والله مثل ما انت عارف يعني هاي الاجواء خاصه لرؤساء الاتحادات والانديه، هاي نوع من الالفه العائله، وهاي اجواء حلوه للكل يتجمع، سواء من انشطه، من تعارف، من تقرب وجهات النظر، كل الامور موجوده الحمد لله في هاي نقول الملتقى الحبي لقادة الرياضة في البلد، وإن شاء الله هاي الموسم الثالث وإن شاء الله يستمر، ومثل ما يقولون بالعكس أغلب الموجودين ورؤساء حابين هاي النقطة، بالعكس يمكن زحمة الشغل والمكاتب مثل ما تفضلت صعب إن يلتقون مع بعض، لكن سمو الشيخ خالد أوجد لهم المكان والزمان إن يتجمعون فيه، والحمد لله إن شاء الله تستمر مثل هاي الملتقيات اللي يعني تطلع بنتائج حلوه ان شاء الله. بعض محتاج على القرعه الموفر، مثل ما تعرف يمكن القرعه نسويها قبل البطوله، ولكن في بعض الاشخاص يعتذرون في اخر لحظه، فنضطر ان احنا نسوي سويتش بين المجموعات، ومثل ما تعرف يعني اغلب اللي موجودين ممكن تاركين الرياضه من زمان، ف يعني لازم يكون في شويه، بس تحصل فريق مميز في لعبه وضعيف في لعبه، فزين في الموضوع انه
مجموعة ألعاب، مجموعة ثقافات موجودة في الطائرة، سلة، تنس طاولة، كرة قدم، الكل حتى الدارس موجود. فبالعكس يعني اللي ضعيف في هاي النقطة في هاي اللعبة يكون قوي في اللعبة الثانية. بالعكس الأهم مثل ما قلنا الملتقى والتقاء الجماهير، فإن شاء الله يستمر. طبعا وأنا نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على هذه الفرصة اللي خلينا نجتمع كل سنة. نشكر طبعا عبد الرحمن عسكر والقائمين على هذا الاحتفال هذا الحلو. نعتبر احتفال، احنا مو يعني مباريات ولا شيء. طبعا كرة السلة يعني هاي لعبتي والعبها انا، هذه اللي يعني اللي فالح فيها. شوف الاجواء بينكم اليوم. طبعا اجواء، لا اولا اجواء اخويه حبيه نلتقي فيها مع بعض كرؤساء اتحادات وكرؤساء انديه، فالحمد لله الامور طيبه جدا جدا، وفي حماس في نديه، وان شاء الله نحقق احنا البطوله. يعني النسخة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الرياضية شهدت مشاركة واسعة من قبل رؤساء الأندية والاتحادات، إذ تم تقسيم المشاركين البالغ عددهم قرابة 70 مشاركا على 4 فرق تحمل كل منها اسم قلعة من قلاع المملكة التاريخية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حاب أبارك على إخواني كلهم بشهر الكريم، وحاب أشكر سمو الشيخ خالد على هالمبادرة الحلوة للسنة الثالثة على التوالي. صراحة يعني فرصة وايد حلوة، يعني هاي الفرصة ما تتفوت، يعني لو شنو عندك لازم تكنسل، لأن تشوف إخوانك أغلبهم اللي مثل ما قلت يكونون في المكاتب. فاليوم أجواء حلوة عائلية، يعني بعيد عن التنافس، بعد في منافسة يعني الكل يبي يفوز، بس يعني أجواء جدا حلوة. يعني نشكر سمو الشيخ خالد وهيئة شباب الرياض على هالمبادرة الحلوة. اليوم قاعد نشوف عبد الرحمن بن ناصر معك في السلة، وعلي عيسى سحاقي أيضا لابسين اللون الأصفر غير اللون اللي أنتوا اثنيناتكم اللي تحبونه أساسا، لكن في منافسة حلوة وفي روح حلوة بين الكل، وحتى روح المنافسة جميل. للأمانة شيخ عبد الرحمن ناصر أخ عزيز علي، يعني إحنا وايد كلوز، بعيد يعني بعيد عن المنافسة، وير فيري كلوز، و يعني مستانسين إنه ويا بعض في الفريق. يعني فريقنا للأمانة فريق قوي، عندنا رئيس اتحاد اليد، رئيس اتحاد القدم، رئيس الهيئة العامة للرياضة أبو راشد. في ناس يقولون القرعة فيها شيء، فيها كرات حارة وبار. والله الموضوع عند أبو راشد، بس يعني فريقنا حلو وإن شاء الله يعني، بس للأمانة في القدم يعني فريق الأحمر قوي للأمانة. والله إحنا أول شيء نشكر الهيئة العامة للرياضة برأسة سمو الشيخ خالد مع هالمبادرة ذي الطيبة، والحمد لله يعني الجماعة كلهم مستانسين، وصراحة احنا جينا بس للوناسة يعني، لكن مع شوي يعني إحماء الفرق يعني شوي بدأت التنافس تبين يعني بين كل اللاعبين، فهذا شيء طيب يعني في شهر رمضان يجمعونا في مكان واحد و فعالية طيبة. فريق الأصفر قاعد يتحدى الشيخ علي بن خليفة، قاعد يتحدى الكل، يقول اليوم الزمن صار أصفري. الشيخ علي بن خليفة والله أبو خالد يستاهل يعني إنه يفوز يعني، لكن يعني ما أظن بياخذها بطريقة سهلة يعني. صح والله حلو، حلوة الأيام على الصراحة، النسخة الثالثة منها شوي يعطي الإداريين فرصة إنه يحسون باللاعبين وتعبهم، هذه 18 دقيقة وكل واحد طلعت روحه، فيعطيهم عافية اللاعبين، حسنا بمجهودهم، لكن دائما حلوة في نوع المنافسة، في يعني تشوف الكل قاعد يحاول يعني شيء حلو صراحة، حلو إن كل واحد يمثل ناديه والاتحاد اللي مثله بعد، فإن شاء الله فريقنا يفوز حتى لو أصفر. هو الشيخ علي بن خليفة قال الزمن أصفر، لكن في تحدي هناك بين عبد الله بن خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي. صح، حتى يعني الشيخ خليفة كله بس حمر بعد يناسبه. لا الحمد لله، الحمد لله أروح يعني أجواء طيبة الحمد لله، أنا طلع روحي شوي سمحوني لحين قاعد أنافخ. عوضنا السلة، خسرنا في القدم لكن عوضنا في السلة الحمد لله. النجاح الباهر الذي شهدته النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية أثبت قدرة الهيئة العامة للرياضة على مواصلة التميز في كل نسخة من البطولة.
النادي الملكي للغولف شهد تجمع عدد من لاعبي رياضة الغولف، وذلك في النسخة الرابعة من بطولة المغفور له بإذن الله تعالى، معالي الشيخ عبد الله بن خليفة بن سلمان الخليفة، وسط أجواء رمضانية رائعة. نشكركم على المتابعة والتغطية، هاي بطولة عزيزة علينا. كل سنة معالي الشيخ عبد الله بن خليفة يسويها، واحنا صراحة حريصين ان نلعب، لان اللعبة لها يعني طابع قديم عندنا، ولنا الشرف ان نلعب ذي اللعبة ونمثل احسن شيء. البطولة هذه بطولة رمضانية، اللي في الموسم تزيد انها 18 هولز، يعني 18 حفرة، هذه 9 حفر، وفي الليل يعني حق تخبر، في ناس تشتغل، في ناس كذا يعني، بس بالعكس تنشيطية ذي، بالعكس بطولة وايد زينة صراحة. وكل واحد تخبر له هانديكاب وياخذ هانديكاب ماله، يعني بطولة بالعكس تنشيطية أزيد، أحسن من يعني قبل قزر نحن ما نلعب في رمضان، تخبر كلنا نرتاح يعني. أما الحين لا بالعكس تنشيط وزين يعني بالعكس. طبعا هذه البطولة السنوية كل سنة نشارك فيها، وحين هذه ثاني سنة لي أنا أشارك فيها، ويعني أجواها طبعا فيها أجواء تنافسية، وبالذات إن عندنا في جميع الفئات العمرية، يعني من الناشئين لي فوق 18 سنة وتحت 16 سنة عندنا يلعبون، وبالإضافة إلى البنات. فهاي يعني الحمد لله مشاركة طيبة لنا في رمضان، عشاننا ما يوقف الموسم، فالحمد لله يعني شفنا نلعبها كل سنة عشان تواصل يعني، بس ما نوقف في اللعبة. ونشكر طبعا الشيخ عبد الله الخليفة على تنظيم هذه البطولة، ونتمنى التوفيق حق الكل ان شاء الله. اللي ميزها انها تكون في رمضان، لان طبعا رمضان هو يكون راحة، بس يعني كتغيير كبدال قاعدة ولا هاي، اني نلعب هنا في الليل يغير جو. البطولة انطلقت من 18 من مارس وحتى 1 من ابريل، وقد لاقت اشادة واسعة من قبل جميع اللاعبين المشاركين فيها بمستوى التنظيم الرائع والمنافسات الودية. وتعد هذه البطولة واحدة من أروع البطولات التي تقام سنوياً في البحرين، لما تتمتع به من سمعة طيبة تجذب اللاعبين بمختلف الأعمار للمشاركة بها. نظمت جمعية البحرين للرواد الرياضيين بالتعاون مع محافظة المحرم أمسية تكريم الرياضيين السابقين في مختلف المجالات الرياضية، وذلك بحضور مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الشباب والرياضة رئيس جمعية البحرين للرواد الرياضيين صالح بن عيسى بن هند المناعي، ومحافظ محافظة المحرق سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هند المناعي. أول شيء نقدم الشكر إلى سعادة المحافظ، محافظ المحرر سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، والشكر كذلك موصول لسعادة المستشار صالح بن عيسى بن هندي المناعي على رعايتهم لهذا اليوم الجميل. ما في شيء أجمل من الإنسان يكرم في حياته بين أهله وبين مواطنيه، وهذا اللي شاهدنا اليوم، تكريم رواد العمل الوطني وتكريم رواد الرياضيين، وهذا أسعدنا كثيراً أن نعيش هذه اللحظات الجميلة التي يقدر فيها الإنسان ويحس بهذا القدر من الاهتمام والتكريم. وهذا طبعاً شيء إن شاء الله مستمر، وبدأ من أكثر من 25 سنة وهو لا زال مستمر، فلهم الشكر وللرواد التقدير والاحترام. وشهدت الأمسية التي احتضنها مجلس عائلة بن هندي بالمحرق تواجد عدد من الشخصيات الرياضية المحلية المرموقة وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية وعدد من المدعوين من القطاعين الرياضي والاجتماعي. طبعا أول شيء مبارك لكم بالشهر الفضيل وما تبقى من أيام، وثاني شيء طبعا المحافظة دائما تحاول أو تسعى جاهدة لإبراز دور الرواد أو دور الأشخاص اللي فعلا لهم بصمات واضحة في مجتمعنا البحريني،
وطبعا احنا طبعا هذه عادة حميدة كل سنة طبعا المحافظة تكون فيها في مجلس بن هندي العامر، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله يعني نتوفق في اختيار هؤلاء الاشخاص لتكريمهم، وفي منهم الكثير ان شاء الله، ولكن احنا نقول بعد ان شاء الله الايام الجاية والسنوات الجاية ان شاء الله كفيلة باخراجهم على ارض الواقع لكي يكونوا من المكرمين ان شاء الله. وخلال الأمسية تم تكريم 8 من القطاع الرياضي في بادرة تشيد بالدور الذي لعبه الرعيل الأول من الرياضيين، والذي أسهم في تأسيس القاعدة الصلبة للمنظومة الرياضية. بداية أهني القيادة الرشيدة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم بدخول رمضان أو منتصف رمضان، كما أهني سيدي صاحب سمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد. أما هذه المناسبة الحقيقة شيء يفلج الصدر في العمل التطوعي والعمل الرياضي. العمل التطوعي الحقيقة له مدلول كثير، كما عودنا مجلس بن هندي سعادة المحافظ ومستشار سيدي جلالة الملك في تكريم الرياضيين سنويا وتكريم رواد العمل. فالرواد العمل لهم امتداد كبير حقيقة على مدى هذه السنوات، وهذه التكريم ليس بقريب على مملكة البحرين وعلى القيادة الرشيدة في مثل هذه المناسبات. واليوم حقيقة سعدنا في هذه التواجد الحقيقة، تواجد هذه الكوكبة وهذه النخبة الحقيقة اللي تم اختيارهم من قبل اللجان المنظمة للعمل الوطني والرياضيين. أول شيء هذه الوجوه أعطت الكثير حقيقة في مملكة البحرين بالنسبة حق الرياضة والعمل التطوعي العمل الوطني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود ويبارك فيهم ويمد في عمرهم إن شاء الله، لكي تستفيد منهم مملكة البحرين جميعا. اهتمام الجمعية بمواصلة تكريم النخبة من الرياضيين الذين تركوا بصمات إيجابية كل في مجاله، تعد تكريما للوطن ولعطائهم المتميز، وعرفانا بدورهم الرائد في تطوير المنظومة الرياضية التي أصبحت اليوم تشكل واجهة حضارية لمملكة البحرين.